قال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال إنه من المتوقع أن تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار في أحوال الطقس بدءا من غدا الجمعة ولمدة أسبوع تبلغ ذروتها مساء السبت وحتى مساء الأحد. وأضاف عبد العال أن هذه الموجة ستبدأ من غرب البلاد السلوم ومطروح والإسكندرية على أن تمتد وتشمل محافظات سيناء والبحر الأحمر والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مشيرا أنه قد تتكاثر السحب الممطرة والغزيرة على هذه المناطق يصحبها نشاط للرياح مما يؤدي إلى اضطراب بالملاحة البحرية فوق مسطحي البحر الأحمر والمتوسط.